نتكلم في الفقرة دي شوية عن كرة القدم العالمية والمستجدات اللي بتحصل كل يوم والتاني، وسوق الانتقالات والميركاتو الصيفي وحاجات كتير قوي كمان، من ضمنها أكيد انطلاق الدوريات الأوروبية الأكبر والأهم. بنرحب بضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده، الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا فهمي. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناه النادي. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. نيمار اخر المستجدات، خلاص وقع الهلال، والسعوديه مستمره في ابهار العالم. ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ لا هو مشروع طبعا، بروجكت بدا يعني واضح ان هم مخططين له من فتره، وبدا طبعا منذ استخدام البرتغالي كريستيانو رونالدو الى النصر في يناير الماضي بشكل مجاني. بعد كده طبعا العجله بدات تدور في لكن طبعا العجله دارت بشكل بصراحه لم يكن احد يتخيله بهذه السرعه. طبعا الصفقه في وجهه نظري اهم صفقه، واهم يعني من الناحيه التسويقيه اهم حتى من صفقه كريم بنزيما، هو صفقه التعاقد الهلال مع نيمار بصراحه. لان نيمار الحقيقه لاعب من تسويقيا مهم جدا، عانى في السنوات الاخيره مشاكل اصابات ومتخبط في المستوى من ذاك، لكن يبقى لان كقيمه تسويقيه صفقه مهمه جدا للهلال. خلاص تم الاتفاق وتوقيع العقود وخضع الفحص الطبي في العاصمه الفرنسيه باريس بالامس. الصفقه هتتكلف حوالي بحسب المصادر الموثوقه من 90 لقرابه ال 100 مليون يورو سيدفعها الهلال الى نادي باريس سان جيرمان. راتب نيمار السنوي سيكون قريبا بعض الشيء من كريستيانو رونالدو، ممكن بالبونس والاضافات والحوافز بيصل ل 150 مليون يورو، عقد لمده سنتين. يتبقى فقط الاعلان الرسمي. يا لها بالحوافز يا ابو حميد. بالظبط يا لها. عندنا لما بتقول كلمه حوافز بنتكلم في 400 جنيه، يعني عاده المصطلح ده في عالم الموظفين بيبقى الرقم كده. انت بتتكلم في حاجه، عايز اقول لك يا كريم يعني الهلال يعني بعد يعني في انتظار اعلان صفقه نيمار اللي هو خلاص وقع العقد الهلال بات اول فريق في تاريخ العرب وفي تاريخ قاره اسيا القيمه السوقيه بتاعت اللاعبين بتتخطى حاجز ال 200 مليون يورو، 223 مليون يورو. طبعا بعد وصول نيمار، لان القيمه السوقيه بتاعت نيمار حاليا 60 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت. وبالتالي طبعا ان يكون الهلال اول فريق في تاريخ العرب واسيا بيصل ليتخطى يعني بيقترب من حوالي ربع مليار القيمه السوقيه بتاعته، دي عمرها ما حصلت. بالمناسبه الهلال من اكثر الانديه حاليا يعني بعد صفقه نيمار هيبقى من اكثر الانديه انفاقا في الميركاتو مع تشيلسي. طبعا لان تشيلسي كمان يعني عامل صفقه تاريخيه بالامس، مويسيس كاسيدو اغلى لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي بحوالي 115 مليون استرليني. لكن صفقه نيمار صفقه مهمه جدا من ناحية التسويقية للدوري السعودي. مفيش إعارة برشلونة، كل ما أثير عن هذا الأمر الهلال هي أنه هيجي يلعب الهلال، احتمال حتى يلعب مباراة الفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي يوم السبت المقبل بإذن الله، احتمال كبير يكون متواجد في القائمة، لسه مش عارفين. لكن بالتأكيد في حفل استقبال ضخم ليه في العاصمة السعودية الرياض، بيكون بحضور حوالي أكثر من 70 ألف متفرج. متوقع أن حفل استقبال ممكن يكون بكرة وممكن يكون بعد، لسه مش عارفين. لكن بنسبة كبيرة جدا الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون مساء اليوم بإذن الله.